السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نكملوا الشرح ديال لا بيس دو تياتر انتيغون دو جون انوي. وصلنا دابا لا سين 16. هاد لا سين هادي كاينه ما بين كريون لو روا دو تابلو ماري دو ريليس اي لو بير ديمو، وكاينه ما بين لوكور اللي عنده قلنا عنده بزاف ديال الادوار. من بين هاد الادوار هادو انه يجي يدير لنا الفرق ما بين لا تراجيدي وما بين الدراما. يعني ملي تشوفوا لوكور داوي بوحدو ما كاين معاه حتى شي شخصيه، عرفوا كيقول لنا الفرق اللي كاين ما بين تراجيدي وما بين الدراما. ملي تشوفوا لوكور كاين مع كريون، عرفوا انه كيحاول يقنع كريون باش يعتق اونتيغون. هادو هما الادوار المهمين ديال لوكور اللي خاصكم تكونوا عارفينهم. من بعد غادي نشوفوا لوكور تاني مع لو ميساجي، غيعلموا لو ميساجي بلا ايمو راه انتحر وباغي يعلم الام ديالو اللي هي اوغيديس. المهم هادشي هذا اللي زوين في اونتيغون. كيف قلت لكم لوكور غيبان في ثلاثه ديال البلايص، كل بلاصه اون فوا غتشوفو لقيتي بوحدو غتعرف الدور ديالو اشنا هو، لقيتي مع كريون غتعرف اشنا هو الدور، لقيتي مع لو ميساجي يبين الدور ديالو. هادشي اللي كيعجبني انا في اونتيغون. ما علينا، قلنا غنشرحوا في هذا الفيديو هذا لاسين 16 و 17 في نفس الوقت. يعني لاسين 16 اللي كاينه ما بين كريون وما بين لوكور، ولاسين 17 اللي كاينه ما بين كريون ولوكور. ومن بعد غتعاود تدخل ثاني اونتيغون مع لي غارد عند كريون. نبداو على بركه الله في البارتي اللي قبل، كنا شفنا ان ايمو جا باش يقنع بها انه يعتقل الخطيبه ديالو، وليني قال لي صافي دابا اللي كيهمني انا اكثر من اونتيغون هو ان تاب، يعني نبقى حاكمها ونسيطر عليها وما يبقاش يعني ما يكونش فيها ما تكونش فيها السيبه. من بعد خرج ايمو كيغوت وراء اونتيغون بحال شي مسطي، يعني خارج كيجري وهو تابع اونتيغون كيعيط عليها. لوكور فا كريون، لوكور مشى عند كريون. كريون إلي سورتي كوم أن فو، قالي كريون راه خرج بحال شي مسطي، شكون هو هاد إيل؟ إيل هو إيمون، إيمون قالي راه خرج بحال شي مسطي. كريون كي روكارد أو لوان دغوا دوفون لوي إيموبيل، كريون لي كيشوف غير قدامو بعيد أو داكشي أو مكيتحركش مكيدير حتى شي حركة، يعني بقى مصدوم أو جامد. وي بوفغ بوتي إيلام، قالي هاد المسكين الصغير راه كيبغيها، يعني شكون كيبغي؟ كيبغي أونتيغون. كيف قلت ليكم هادو سو سون دي ديداسكالي لي كيعطيونا دي زانفورماسيون على لي بيرسوناج، لوغ جيست، لوغ أونتخي سوغ لا سين، لوغ سوغتي، يعني بزاف ديال المعلومات. غنبقى نقول ليكم هادشي هذا حتى يطلع عليكم في الراس ديالكم، تيتكرافا يتكرافا مزيان، يولي يجيكم هادشي تافيه بزاف. باش غيجاوبو لوكور كريون إيل فو فار كالكو شوز، قالي كريون راه خصنا نديرو شي حاجة. جو نو بو بلو ريان، قالي صافي مبقى عندي ما ندير. إلي باغتي توشي أمور، قالي راه مشا زعما هاد إيمو هدا زعما هو قلبو مجروح ومعذب وداكشي. كريون سوغ دومو، كريون لي صافي تخنق مبقاش قادر يدوي، مبقاش عارف فين يصد كي كنقولو حنا، يعني ما عرف أنه يعتق او تيقول لي هي الخطيبه ديال ولدو صانياس وكلشي، ولا يتبع ولدو يشدو داكشي، يعني تخلطوا عليه. وي نو سوم توس توشي امور، قال لي اه رحنا كاملين زعما مجروحين من جهه ديال اونتيغون. اونتيغون اون تخطون لا بيس، اونتيغون دخلت عندنا فوق الخشبه و سي بار لي غارد كي ساق بوت كونتر لا بورت، يعني مدفوعه دافعينها لي غارد اللي واقفين في الباب. ديغيغ لاكيل اون دوفين لا فول يغلون طور، هاد الباب هذا كاين داك الحشد ديال الناس اللي بارك كيغوت اونتيغون ملي كانوا غاديين بيها وداكشي، كان كاين الحشد بزاف وبغاو يقتحموا القصر وداكشي، صافي رجعوها لي غارد القصر وجاو عند كريون باش يقولوها لي. هنا غيبدا عندنا واحد المشهد جديد، دابا سالات عندنا لاسين 16 اللي كاينه ما بين كريون ولوكو، وغيبدا عندنا المشهد الجديد اللي هو فيه لاسين 17 اللي كاينه ما بين كريون لوكور وما بين اونتيغون ولي غارد. ملي كنقول لكم لي غارد ديما تفكروا ثلاثه ديال لي غارد اللي جا عند كريون باش يعلموا ان لو كادافر تقاس اول مره سميتو جوناس، هذا هو الشخصيه المهمه في هاد لي 3 غارد. ما علينا، هاد لاسين 17 اش غيقول لنا فيها لو غارد؟ هذا دائما اللي كيدوي هو جوناس. شيف ايزون فايس لو بالي، قال لي الشيف يعني الشيف هو كريون، قال لي شوف راه باغيين يقتحموا القصر، شكون هما هاد ايل؟ هادو هما لي زابيطون دو تاب، يعني بغاو يدخلوا القصر صح. اونتيغون اش غتقول لكريون؟ كريون جو نو فو بلو فوار لوغ فيزاج، قالت لي شوف انا ما بقيتش باغا نشوف الوجه ديالهم.
جو نو فو بلو اونتوندغ لوغ كخي، مبقيتش قادرة نسمع داك الصراخ ديالهم، يعني الصراخ ديالهم الصراخ ديال ليزابيطون دو تيب. جو نو فو بلو فواغ بيغسون، قالتلي مبقيت باغا نشوف تا شي شخص. تيا مامور مانتونو، قالتلي نتا هو الموت ديالي، سي اسي، قالتلي صافي. في كو جو نو فوا بلو بيغسون جوسكا سو كو سوا فيني، قالتلي شوف دير داكشي اللي عليك حتى ما نبقاش انا زعما ما نبقاش كاينه، يعني صافي تيسالي هادشي كامل، يعني طبق عليا، شدني خزني في شي قنتله هادي، ما نسمع ما نشوف ما والو، حتى زعما طبق عليا الحكم ديالك. قالتلي ما باغاش زعما نبقى نتعذب بما طبقتي عليا لا لوا ديالك. كريون صور اون كريون او غار، كريون خارج وهو كيغوت على الحراس، اش كيقول ليهم؟ لا غار دو او بورت، قال لهم سيروا زعما حرسوا الابواب، كاع الابواب ديال القصر سيروا حرسوهم. كون فيد لو بالي، يلا نخويو القصر، يعني كل هذا القصر هذا اللي باغين هما يجمعوا عليه هاد لي زابيتون دو تيب، حنا غنخويو ليهم. غيست ايسي افيك ال توا، قال لي، وقال جوناس قال لي غتبقى حتى معاها، ودوك جوج الحراس الاخرين اللي كانوا معاه غيمشيو يحبسوا يوقفوا في البيبان ديال القصر باش ما يدخلوش هاد لي زابيتو دو تيب. لي دو زوتر غارد سورت، دوك لي جوج الحراس الاخرين خرجوا سويفي بار لو كور، تبعهم هاد لو كور. اونتيغون غيست سول افيك لو برومي غارد، اونتيغون بقات بوحدها مع داك الحارس. اونتيغون لو روغارد، بدات كتشوف فيه. هنا غادي يبدا عندنا واحد المشهد جديد اللي هو لاسين 18 اللي فيها اونتيغون اولوغارد، وهذه طويله شويه غنديرها في الفيديو المقبل ان شاء الله. المهم باش ما تخلوش عليا بجان بارطاج مع الاصدقاء ديالكم، ودعوه للاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره. وديما كنقول لكم فعلوا زر الجرس، حيت شحال من واحد كيبدا يسولني على لاسين هذه لاسين هذه، وانا كنكون ديجا لحتها وما كيوصلكمش داك النوتيفيكاسيون التنبيه ديال الفيديو ملي كنلوحو. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله.